وجه الله، فقد ذكر المجلسي أن معنى وجه الله هو جهته التي أمر الناس باستقبالها في تلك الحال، حالة الزيارة، لا في حالة الصلاة كما حاول البلوشي أن يزعم. وأما بالنسبة إلى بعض الأوقات وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فماذا عسى النجدي يقول عن الشيعة الذين يأتون إلى قبر الحسين رضي الله عنه سجدا متوجهين إلى القبر وليس إلى القبلة، بل يزحفون سجدا كما تشاهدون؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.